خلينا نتكلم الاول على من هو اسيد ابن حضير او الحضير، فاحنا عايزين نشوف حتى كمان الاسم هو من البدايه عليه اختلاف. نعم. بس بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بدايه هو سيدنا اسيد ابن حضير، يعني دي الروايه المشهوره يعني، وفي روايه اخرى اسيد ابن الحضير سواء بالالف واللام او بغير الالف واللام. هو أسيد ابن حضير ابن سماك ابن عبد الأشهل، ده في أشهر الروايات. هما بن عبد الأشهل من الأنصار الأوس، كان أبوه أسيد الكتائب، كان حضير الكتائب كان زعيم الأوس في حرب بعاث مع الخزرج وقتل في هذه الحرب. يعني هما قيادات الأنصار سواء من الأوس أو الخزرج قتلوا في هذه الحرب، وتولى أبنائهم الشباب. كان يعد حضير أسيد وهو صغير على كل مناحي الزعامة، هو كان زعيم الأوس فكان يعد ابنه أسيد على الزعامة، عده في ركوب الخيل وفي الحرب وفي السباحة وفي الكتابة بالعربية والقراءة بالعربية. فكان في الجاهلية اللي بيكتمل فيها هذه الصفات بيسموه بالكامل، فكان يسمى أسيد وهو شاب صغير الكامل. وعندما قتل أبوه في حرب بعاث، يعني لم يجدوا أفضل من أسيد اللي هم بيعتبروه الكامل أن يتولى الزعامة بعد أبيه اللي هو حضير الكتائب. هو كمان ورث عن أبوه المكانة الكبيرة والعقل الراجح، وأنه كان رأيه موثوق فيه جدا. بالضبط. هو طبعا هو دائما القبائل الكبيرة أو الناس الكبيرة في القبائل أو في العائلات الكبرى يجيبوا أولادهم الشباب الصغير يعني ويحضروهم مجالس الكبار عشان ياخذوا الحكمه من الكبار. فعلا. ما يخلوهمش يلعبوا مع الاطفال او مع اقرانهم مع اصغر منهم، يلعبوا فتره معينه بس بعد كده اول ما يعي ياخذوهم في مجالس الكبار ياخذوا الحكمه، وشوف ده عالج هذه المساله دي ازاي وعالج المساله دي ازاي. وبتحصل في البلدان عندنا في الصعيد بهذا الشكل لهذا الوقت يعني. فعلا. أما سبحان الله يعني معلش هطلع عن الموضوع سريعا، بالرغم ان في بعض الناس بتاخد على الصعيد والصعيده بعض المتشددين ومش عارف ايه بتاع، الا ان عندهم فعلا يا شيخ ايمن بعض القيم والمبادئ المحترمه جدا جدا، مش هنقول يعني اصلها من الكتاب والسنه، ولكن هي اعراف راقيه ومحترمه جدا. سبحان الله. يعني هي دي يمكن ما يميز الصعيد الى الان، انه بيحافظ على هذه الاعراق وعلى هذه الصفات وعلى هذه الموروثات الشرعيه اللي اتى بها الاسلام ايضا. وينام عندهم بقى مساله الثار وموضوع بالضبط، يعني لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. بالضبط. ولكن طب اين سعد بن معاذ؟ طب سعد بن معاذ كان هو زعيم الاوس وزعيم بني عبد الاشهل، طب اين اسيد بن حضير؟ كيف تولى اسيد بن حضير الزعامه ومعه سعد بن معاذ هو زعيم الاوس والخزرج؟ قالوا هما الاثنين كانوا زعماء الاوس، هما الاثنين سعد بن معاذ واسيد بن حضير كانوا زعماء الاوس، ولكن كان سعد بن معاذ اعلى من اسيد بن حضير، فكان ده بمثابه المسؤول وهذا بمثابه الوزير هو المباشر. يعني دي عشان برضه نوضحها، يقول لك هذا سيد قومه وهذا سيد قومه. طب مين فيهم بقى؟ سعد بن معاذ ولا أسيد بن حضير؟ لا، ويرجع كمان يقولوا لك ايه بعض الثغرات، لا ده هم كانوا على خلاف على مين اللي سيد القوم. ما حصلش ابدا. ده حتى لما نيجي نشوف اسلامهم هتلاقي ان سعد بن معاذ بيعتمد على أسيد بن حضير، وأسيد بن حضير يوصي مصعب بن عمير يقول له ده سيد قومه. ولما يجي هو أسيد بن حضير يقابل مصعب بن عمير، اسعد بن زراره اللي جايب مصعب بن عمير يقول له جاءك سيد قومه. يعني سبحان الله، هتجد في التفصيل في منتهى الدقة هتوضح في بعض المسائل وبعض الصفات لما نيجي نتكلم على إسلامهم. لكن أسيد بن حضير تولى الزعامة كابرا عن كابر وأخذها، وكان حكيما يشار إليه ببنان قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه وأرضاه.